يوم 13 جمعة، المكان متحف باردو. حبيت نعمل ميساج للتوانسة بما فيهم السلفيين والتوانسة الحرار، و سيرتو وزير الثقافة والدفاع على السلفية مهدي مبروك. قدامي في متحف فما صمبة عريانة. صمبة هذيا كان عرضها في العبدلية. شنو يكون موقفك؟ نحرقوها؟ تنافي المقدسات العربية الإسلامية؟ مسان بالذات الإلهية؟ فسر لي. زعما تنجم تكون جميلة كما تشوفها أنت، خاطر قلت لنا البارح اللي الفن نجم يكون كان جميل وما ينجمش يكون ثوري. حسب رأيك أنت الفنان ما ينجمش يكون ثوري توا كما كان ما قبل، ما ينجمش يكون ثوري بفنه، ما ينجمش يكون ثوري بإبداعه، ما ينجمش يكون ثوري بالمويان اللي حاب يعبر فيها على رأيه. به حاجة سهلة برشا، قاعد نشوف فيه البلاد قاعدة تحرق بالسكوت نتاع العباد اللي لازمها تتكلم، بالجبنة نتاع العباد اللي شادة الكراسي اللي تحب توري للعباد اللي هما معاهم مش كونترهم، أما ناسين اللي ثم حاجة اسمها حضارة، ثم حاجة اسمها فن، ثم حاجة اسمها قدر للبلاد هذه، البلاد اللي تعدت عليها حضارات، حضارات القرطاجينية الفينيقية الرومانية والإسلامية، وهذا كل ما نزمناش نساوه وإلا نحلوا البيبان السلفية تمشي تعرق لنا المتحف باردو، خاطر مكان عمومي كيف وكيما العبدلية. خاطر نتصور مادام الأمكنة العمومية يلزمها تكون عندها كاي تشارج، ويلزموا يكون السي اللي تعرض فيها بمنطق وزير الثقافة جميل وكهو، بالنسبة لي أنا حاجة مختلفة برشا باش نكملوا في النسق هذا. دونك يا توانسة فيقوا فيقوا، خاطر قاعدين نمشيو في هاوية. الحضارات الكل تبنيت على الفن وعلى حرية الإبداع وحرية التعبير بأي طريقة كانت. ينجم اليوم ما يعجبش برشا من الناس، ما يغدو يولي تراث، وتراث الحضارة، الحضارة الإنسانية بصفة عامة. دونك فيقوا فيقوا، راهو قاعدين نمشيو في مسار غلط غلط، ومغلطينا عباد حابة الكريسي أكثر من حبها للبلاد هذي. هذا اللي حبيت نقوله، وحبيت زيد نوري للعباد اللي ما تمنش بالفن الشيء اللي قاعد تشوف فيه دي موزايك فيهم المغطي وفيهم العريان، ومش حكاية عريان، حكاية فن، ومش كما نشوفه أنا نجم ينجموا عباد يشوفوه كما نشوفه من داري أنا، ينجم يكون قراءة وأخرى ومنافية للمنطق الجمال اللي نشوف به أنا اللوحة هذية. دونك إذا باش ندخلوا في المتاهات هذية ما عاش يحدها حتى حد، باش ندخلوا في فاشية جديدة كما عمل هتلر وموسوليني اللي فيها الذوق ما نجم يكون كان ذوق الدولة وذوق العباد اللي ما تفهمش في الذوق، وذوق العباد اللي ما عندهاش علم بحاجة اسمها حضارة وحاجة اسمها جمال. دونك بالنسبة لي أنا حبيت نكمل هالرسالة هذه، وإن شاء الله العباد تفيق على رواحها، وإن شاء الله الوزير هذايا يكون عنده المينيموم متاع الشجاعة باش يستقيل، خاطر الشيء هذايا مخجل ويعمل العار. سلام.